هو بطل في رياضات اخرى من غير سكي؟ تحدث لنا على هاد الارقام اللي عندك. المشوار الرياضي ديالي كان منطلق في رياضه التحلو، حيث حصلت على عده القاب في الفئات المختلفه. كذلك كنت معطر مدرب ديال رياضه التحلو، وحصل لي الشرف باش نتبع تدريب كذلك في فرنسا في المدرسه في الشامونيك، المدرسه لينسا، باش نصبح مدرب ديال رياضه التزحلق. هذا بجانب رياضه التزحلق كنت كذلك كنتعطى لالعاب القوى، وحصلت على الرقم القياسي في القفز الثلاثي ما بين 1960 و 1964، وكذلك بطل المغرب سابقا في الرولي 4×400. بالإضافة لهذا في الألعاب الجماعية حصلت كذلك على ألقاب أخرى. في الألعاب الجماعية التخصص ديالي في البداية كنت في الهندبول، لعبت مع النادي ديال القضيم في مكناس، ثم تحولت النادي نفس النادي في كرة الطائرة. ملي جيت التحقت بالمدرسة العليا للتربية البدنية سجلت مع نادي ديال التيبان في الفوليبول، وحصلنا كذلك على البطولة ديال المغرب كرة الطائرة. وكنت كنمارس رياضة التزحلق، ما تخليتش عليها، وكذلك بقيت كنتعطى كرة الطائرة. كرة الطائرة دونك من تيب مشيت لليديال، من لليديال وليت السيسيس، لعبت مع السيسيس. من بعد ملي درت التخصص ديالي في التعليم، درت البحث ديالي في الميموار الاطروحه، الاطروحه ديالي كانت في سميتو باش عملت السلك الثاني، كانت دو فولي بول سيتياسيون اي بروموسيون دو فولي بول. درت دراسه وبحث وخرجت بواحد الكتاب خاص بكره الطائره. من بعد تعينت كمدير تقني وطني لكرة الطائرة. أنا ذاك شاركنا في الألعاب العربية بدمشق 1976، والمغرب حصلنا على الميدالية الذهبية، وكذلك مشينا شاركنا في البطولة العربية لكرة الطائرة بالكويت 1978، وحصلنا على الميدالية الكأس، ماشي كأس البطولة، ماشي دوزيام، الوصيف دوزيام في البطولة العربية لكرة الطائرة. ونقدر نقول لكم من بعد ديك الفترة المغرب ما عادش حصل على شي كأس ولا شي لقب في هذه الرياضة ديال الطائرة. وليش ما بقيتيش مستمر في هذه الرياضه ديال الرياضات الجماعيه والتجأتي الى السكي؟ واش السكي هو تربيتي معاه ولا هو نعم؟ علاش مشيت من كره الطائره؟ كان واحد التفاهم مع واحد المسير، لان كنت خديت بالجديه السير ديال المنتخب الوطني، كنت انا شخصيا اللي كنت كنقوم بالتدريب سميتو بمرافقه واحد المدرب الروماني، وبعض المنتخبين ما كانوش كيحضروا في التدريب، قررت باش نقصي معهم، فاذا به الاغلبيه ديال المسيرين ما كانوش متفقين معايا، انا ذاك رفضت وانسحبت، وهذا هو السبب الرئيسي، لانه بغيت نقوم ونمشي بعيد. والحمد لله النتيجه هي دابا الفوليبول هو نزل. نعم هو المشاكل اللي كانت في الجامعه ديال انني اول استاذ ديال التربيه البدنيه تيدير اللياقه البدنيه فريق ديال كره القدم سميتو، وهو الفريق ديال الرجاء.
الرجاء البيضاوي ديال كرة القدم. كنتي معيد بدني؟ أول 69 كنت أنا هو المعيد البدني ديال وهادو أخبار. أول أستاذ. وهادو هاد الناس ما تيعرفوش هاد الباس. أول أستاذ. كنت مع الروداني كان هو المدرب الله رحمه الله. وكان مشى الروداني. كنت أنا مكلف بالطريق. بيرجيكو. إيه بيرجيكو. كنت أنا اللي مكلف بالطريق. وهذا هو المشوار ديالي ديال الرياضي. أول معيد بدني. أول في المغرب. في المغرب. جامع سميتو. فرق نعم. علاش مشيت من ورجعت للتزحلق؟ التزحلق لأنه يعني أول رياضة اللي مارست كان فيها هذا الرياضة. ربما الطبيعة اللي نشأتي فيها. الطبيعة اللي نشأتي فيها. ومشيت التحقت بالنادي ديال أزرو وكنت مسير ديال النادي ديال أزرو واحد عدد ديال السنين. ملي دخلت للدار البيضاء خلقت ذاك النادي ديال الجامعة البيضاوي. لا سيكسيون كانت كان الهوندبول هوندبول وعني مع مازيني البارح مول اللي كان الراجل كان لازيك مشهور لازيك كان طرح لي السؤال قال لي علاش ما تدخلتناش واحد نادي ديال النادي ديال التزحلق خلقته في عام 1976 انا ذاك ولازيك غادي الاخر وعلى خير الوغ هذا هو المشوار الرياضي دونك من بعد التحقت بسميتو باللجنة الوطنية التقنية ديال التزحلق من بعد الفوليبول رجعت للسكي السكي مباشرة من بعد اللجنة التقنية وساهمت في إنجاز واحد الكتيب ديال هذاك الكتاب الوحيد كاع ديال الجامعة نعطيكم واحد نسخة منهم مع واحد النصراني وبعض الاعضاء جمعي من بعد اللجنه التقنيه وليت امين المال امين المال 8 سنين وانا امين المال مع الدكتور العالمي اللي كان رئيس الدكتور منصوري وحسني علوي ساعي هادو اللي كانوا من قبل مني دونك في المهنة ديالي كذلك كنت أستاذ ديال التربية البدنية في السلك الأول ثم السلك الثاني ثم مفتي ديال التربية البلدية منذ 1973 كنت أنا ذاك أنا وداكي الحسن وكمال الحلو كنا حنا ثلاثة المفتيشين على الدار البيضاء ثلاثة المفتيشين كمال الحلو مشى التحق بالصحافة وداكن الحسن التحق بالوزارة وبقيت أنا مفتي وحدي على الدار البيضاء حتى من بعد عاد تعينت ولكن تعينت كمفتي منسق ديال التربية البدنية لأنه كنت أنا كنسق العمل ديال المفتيشين على الصعيد الدار البيضاء الكبرى. ارتباط باللجنة الأولمبية لا مع كامل الأسف هو رياضة أولمبية تيخص الناس ديالها الناس اللي يحضروا لأنه كيكونوا اجتماعات على الصعيد الدولي تيخص يكون إنسان اللي كيمثل ديك الرياضة وكيفهمها وكيمارسها هو اللي يكون كيمثلها ولهذا أنا كنشوف من الضروري أن رئيس الجامعة أو ممثل من الجامعة ديال رياضة التزحلق يكون من ضمن الأعضاء ديال اللجنة الأولمبية. يعني أنتم التزحلق غير ممثلة لا في السنين الماضية في القبل في البداية ديال الكوميتي الأولمبيك كان ممثل من الجامعة كان من ضمنها. واش عندك هو ترشح لرئاسة الأولمبية؟ شكون؟ أنت عندك هو ترشح لرئاسة؟ لا أبدا. ترشح لعضوية؟ عضو إذا ممكن، أنا نبغي نكون عضو وباش نساهم في واحد تنمية واحد العدد ديال الرياضات. واللي مارستها واللي كنفهمها وكان من بينها التزحلق مثلا ما وصل للمرتبه اللي بغيتها انا
وكاين كرة الطائرة مازال كنغير عليها لأنه مارس سنين وبغيت حتى أنا مادا بيا نسامح حتى أنا في التنمية ديال كرة الطائرة لأنه شتا غادية غادية اللور باللور. سي مصطفى لماذا هاد الجامعة ديال تزحلق ما واخداش الحق ديالها بمقارنة مع الجامعات الأخرى؟ لا احنا المشكل ديالنا هو الطبيعة، الطبيعة ما كتساعدناش لأنه سنين نقول لك الستينات والسبعينات تولوج كانت في المحطات حتى آخر أفريل. الآن ما بقاش كانت تلزوج. هو جا في الأول ويني واش غادي يبقى مستمر ما عرفناش لأنه هذا هو المشكل ديالنا، عندنا محطة ديال وكيمتان زعما في المستوى، في المستوى يمكن لها زعما تكون أبطال وأبطال ولكن طيب الإمكانيات والإمكانيات واش متوفرة؟ متوفرة في محطة وكيمتان ولكن غير متوفرة في محطة أخرى ديال الأطلس المتوسط. لا يعقل أن ذاك الصعود الميكانيكية ديال محطة جبل عبري ولا البرج بمرك ولا مشلفل قديمة قديمة جرات أيامات الاستعمار أيامات الاستعمار ما زعما ما تجددات شي ودابا الآن هي المحطة مشدودة. شنو توقع الجامعة ديال اللجنة الأولمبية كيفاش تكون هاد الميناء؟ شنو توقع؟ ظل الحراك اللي سمعنا الأيام سمعنا بلال حسين مسيم وغيترشح لا عاود باحثك بلال كيأكد بأنه كاين فيه شو كي أشدنا مراسلة جبنا مراسلة بأنه راه هو تيأكد بأنه غير مو قال بأنه انسحب ولكن حنا بغينا غير الإنسان بحال اللي قلت أنا في نهار الجمعة العام خاصة شوية ديال الديمقراطية كاين قانون تيخصنا نطبقوا ذاك القانون كيخصنا الجمعة العامة تكون سنوية لأنه باش تعطي الحصيلة ديال العمل ديال واش خدام مزيان ولا ما خدامش ما خدامش باعها خدام على سميتو الإنسان راه خص اللجنة الأولمبية راه هي المنسقة ديال الجامعات راه خصنا اجتماعات استمرارية باش تدرس المشاكل ديالنا باش تكون هي المدافع ديال الجامعات. حنا مثلا حصلنا على ميدالية ذهبية اللي ما عمرها كانت في التاريخ ديال هذه ولكن مع كامل الاسف في الوقت اللي ربما غادي يجينا واحد الدعم خاص اللي غادي تكون هي انطلاقه ديال التنميه ديال الرياضه التزحلق فاذا به ما كاينش لا من الوزاره ولا من اللجنه الاولمبيه مع كامل الاسف. مع العلم ان صاحب الجلاله كان استقبل ذاك البطل وعطاه وسام ربما ما كانش واحد الالتفاته من الناس المسيرين ديال اللجنه الاولمبيه لهذه الرياضه ديالكم. لا انا نقول لك الاول واحد سميتو اول واحد اتصل بيا هاتفيا باش يهنيني هو الجنرال حسن بن سليمان الحق يتكلم وملي عيط لي لقاني هنا في المغرب ما كانش مع هذا واحد من المشاكل. نعم. في الوقت اللي خصني كرئيس تكون انا ما كنمشيش نتسارى كنمشي نخدم انا مع ذاك المدرب هو تيكون الفوق انا كنكون لتحت ودائما تنحضر ملي كيعيطوا لي الدول باش يهنوني تيلقوني انا في المغرب والجنرال حسني بن سليمان بعد الكلمه قال لي اش مازال كدير هنا يلا التحق بهم. جاني امر من الجنرال حسني بن سليمان باش نلتحق وعيط لي كامل لحلو تيقول لي اجي راه سميتو راه الحضور ديالك باغي وهادشي ما خصوش يكون خص دائما ماشي حتى يجي الاوامر العليا لا نعم خص يكون هذاك سميتو اوتوماتيك فانكوفر مثلا بقى فيا الحال لانه مشات بيعته هنا من المغرب مكونه من الناس ديال شنو بهم الوزاره كاينش اللي عيط لي انا اجي تمشي معنا نورمال وانت هو المعنى اللي خصني نكون حاضر نمشي نحضر حتى انا في ذاك التسجيل ونضرب ونقول اسمع الوزير ونفسر له ونوضح له الامور لا يعقل الناس تيمشيو من اللجنه ولا لا علاقه لهم بالرياضه لا هادشي ما خصوش لهذا حنا تنطالبوا باش في اللجنه الاولمبيه يكون واحد العضو ديال الجامعه لان الالعاب الاولمبيه الشتويه راه بحال الالعاب الصيفيه فيها واحد العادات ديال الرياضات وحنا راه كون كان عندنا الامكانيات انا تنقولها ونعاودها راه نمشيو نجيبوا ابطال اخرين
ماشي غير في التزحلق القلبي، كنا عندنا داك رياضه الجبل، عندنا في ريسكي ارتستيك، عندنا بزاف ديال سميتو ني هادشي اللي كيطلب خصنا نمشيو داك لا بروسبكسيون، خصنا نمشيو نصادروا بحال اللي كيديروا كره القدم. هذا نمشيو نقلبوا، علاش مباح للرياضات الاخرى وحنا محرومين منها؟ انا راه نجيب واحد 20 واحد الى كل امكانيه توفر لي، لانه كاين ما يدار التزحلق. راه المغرب خصو، راه خصنا نفتخروا بالمغرب لانه البلد الوحيد اللي دائما حاضر في التظاهرات الدوليه التزحلق، في البطوله العالميه وفي البطوله الاولمبيه. حنا راه كنقولوا سراييفو، كالغاري، البردي، ما كاينش شي عربي ولا افريقي حاضر، والمغرب دائما كيكون حاضر. وهذا خص شويه ديال العنايه بهذا الرياضه، راه سميتو راه كاين ما يدار. وحنا راه معمولين، وانا رغم السن ديالي مازال الحمد لله فيها ما يعطي، وعندي غيره كبيره على هذه الرياضه، لانه كنشوف هذه الرياضه تيمكن تتطور الى طلعت الامكانيات.